الكبد عضو مهم جدا لدرجة ان هو العضو الوحيد اللي عنده القدرة على تجديد نفسه بالكامل تقريبا. فهو مش بس مهم، هو مهم وعنده قدرات اعجازية. المشكلة بقى ان احنا في عصرنا الحالي اللي السموم بقت منتشرة فيه في كل مكان حوالينا، وده شيء بيحط لود كبير جدا على الكبد لان هو العضو المسؤول عن تخليص الجسم من السموم دي. لا ده احنا كمان بقينا بنرهقه جدا بعادات يومية غلط. فتعالوا سريعا نعرف مع بعض ايه اكتر حاجات ممكن نكون بنعملها بتضر صحة الكبد علشان نتجنبها، وايه افضل العادات والاطعمة الطبيعية المفيدة جدا لدعم صحة الكبد علشان نركز عليها. تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للحلقة، سبسكرايب للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حركوش ودي قناة والبيين. قبل ما نتكلم عن العادات والاكلات الجيدة والسيئة لصحة الكبد، لازم نعرف الاول شوية عن الوظائف الاساسية للكبد علشان بس نفهم اهميته وليه تضرر الكبد بيأثر على الجسم كله بدرجة كبيرة جدا. وبنلاقي ان في مشاكل صحية واعراض مزعجة كتير ظهرت علينا واحنا مش فاهمين سببها. اول وظيفة بيقوم بيها الكبد هي تنقية الدم من السموم. كل السموم اللي بتدخل الجسم وبتلاقي طريقها لمجرى الدم، سواء السموم اللي دخلت مع الأكل أو عن طريق الجلد أو بأي شكل، الكبد بيلاقي طريقة علشان يخلصنا منها باستخدام إنزيمات الكبد. يعني الكبد هو اللي بيمنع تراكم السموم في الجسم. علشان كده أعراض التعب الزايد اللي هي ملهاش سبب واضح ممكن تكون دلالة على تضرر الكبد، أو إن الكبد بتاعنا مش سعيد جدا وده سبب تراكم السموم في الجسم اللي نتج عنها التعب والإرهاق الغير مبرر اللي احنا بنحس بيه. تاني وظيفة هي إنتاج العصارة الصفراوية اللي هي مسؤولة عن تكسير وهضم الدهون ومهمة جدا لعمليات الهضم. الكبد بيستخدم الكوليسترول لإنتاج العصارة الصفراوية اللي بدورها بتكسر الدهون اللي هي بتحتوي على الكوليسترول وبتساعد في امتصاص الدهون دي. علشان كده أي تضرر للكبد بيتسبب في اضطراب مستويات الكوليسترول لأن الكبد مش قادر يقوم بوظيفته بشكل كويس. اشهر سبب لارتفاع الكوليسترول هو طبعا الاصابه بالكبد الدهني. ثالث وظيفه مهمه للكبد هي المشاركه في عمليات استقلاب الطعام اللي هي تحويل الدهون الكربوهيدرات البروتين لطاقه واحماض امينيه الجسم يقدر يستخدمها. علشان كده الكبد الدهني هو مش نتيجه، هو سبب من اهم اسباب الاصابه بالمتلازمه الايضيه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده بشكل مفصل. الوظيفة الرابعة هي إنتاج عوامل تخثر الدم، وفي نفس الوقت برضو بينتج عناصر وقائية بتمنع تكوين الجلطات. علشان كده لو عايز تحمي نفسك من الجلطات يبقى لازم تدعم الكبد علشان الكبد يقدر يقوم بوظيفته دي بكفاءة من ناحية، ومن ناحية تانية جسمك يقدر يتخلص من الدهون الثلاثية وينظم مستويات الكوليسترول فتحمي نفسك من سبب تاني ممكن يسبب الجلطات في وجود عوامل تانية طبعا زي الالتهاب. الوظيفة الخامسة والمهمة جدا هي انتاج الجلوتاثيون. الجلوتاثيون هو احد اهم مضادات الاكسدة في جسم الانسان على الاطلاق، بس مش دي وظيفته الوحيدة. الكبد بينتج جلوتاثيون لان هو بيحتاجه بشكل اساسي علشان يقدر يتخلص من السموم ويطرحها خارج الجسم، غير طبعا كل وظائف الجلوتاثيون التانية المهمة كمضاد اكسدة خارق. طبعا لو قعدنا نتكلم عن وظائف الكبد وبيعمل ايه لبكرة الصبح مش هنخلص، بس دي كده تقريبا اهم الوظائف الرئيسية اللي بيندرج طبعا تحتها مئات الوظائف السنوية. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي اكتر حاجات غلط ممكن نكون بنعملها، بنعمل كتير جدا منها بشكل يومي وهي مؤذية جدا للكبد. اولا طبعا شرب الكحوليات، دي حاجة ما فيهاش نقاش، الكحول مؤذي جدا للكبد لدرجة تفوق الوصف. تاني حاجة بعد شرب الكحوليات تخيلوا ايه؟ الوجبات السريعة والدهون المهدرجة والأطعمة المعالجة، وطبعا تناول السكر، حاجة برضه مش محتاجين نأكد عليها. هي التانية من حيث حجم الأذى اللي بتسببه بتحتاج وقت أطول من شرب الكحوليات، ولكن هي المتسبب الأكثر شيوعا في الإصابة بالكبد الدهني اللي هو النون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز. كم واحد بيشرب كحول؟ بس في كم واحد بياخد سكر؟ تقريبا كل الناس تاخد سكر. تالت حاجة التدخين. أي مدخن تعرفوه من فضلكم اعرفوا الكلام ده. التدخين مش بس طبعا بيسبب امراض الجهاز التنفسي، لا التدخين ممكن يتسبب في الاصابه بامراض الكبد. اولا طبعا التدخين هو ما هو الا مجموعه من السموم بتدخلها جسمك. مين اللي مسؤول عن تنقيه السموم دي؟ الكبد. فانت عندك عضو مهم جدا شقيان معاك طول حياتك اصلا، فانت ما تسيبوش في حاله وشوف شغله كده من سكات، لا تقعد تدخله في سموم هو مش فاهم ايه دي اصلا، فممكن يهنج منك في اي لحظه. التدخين باختصار بيسبب تليف الكبد وهو سبب تاني برضو للاصابه بمرض الكبد الدهني. العاده الرابعه ودي 90% من الناس بيعملوها كل يوم ولا بيفكروا ان هي حتى اصلا مؤذيه، قله الحركه. انك تكون ما بتتحركش، ما بتلعبش رياضه، اي نوع من الرياضه حتى المشي، انت كده بتعرض نفسك للاصابه بالتهاب الكبد الدهني. القعده والكسل خطر على صحتك زيها زي الاكل الغير صحي، زيها زي التدخين. فتخيل لو بتعمل كل دول مع بعض بقى. العادة الخامسة الفريكوينت ايتينج. يعني ايه فريكوينت ايتينج؟ يعني الاكل بشكل عشوائي، عمال على بطال طول النهار باكل، حتى لو باكل حاجات بسيطة بالمناسبة، شوية فاكهة، كيس شيبسي، بعد شوية اخد حلويات، حلينا بقى يبقى لازم نحدق،
وافضل طول اليوم اكل. طيب ادي لكبدك ده فرصه يرتاح، يشم نفسه بريك 3-4 ساعات. النمط ده او الطريقه دي او العاده دي مع الاكل سيئه جدا، مش بس لان هي ممكن تجيب لك السكر عادي، لا لان هي ممكن تصيبك بالتهاب الكبد الدهني، وهم اساسا كده كده بيجوا باكج مع بعض، فما تقلقش. وربنا يسامح اي حد روج للنصيحه الاجراميه بتاعت خدوا 5 وجبات في اليوم، يعني مش هعلق عليها اكتر من كده. الحاجه السادسه هي نقص فيتامين دي. هي معلومه غريبه شويه بس هي حقيقيه، نقص فيتامين دي بيرفع فرصتك انك تصاب بالكبد الدهني، وبيرفع كمان من فرص تطور او تدهور الاصابه بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي. حاجه تانية كمان مهمه جدا، لو فيتامين دي عندك قليل الكبد ما بيقدرش ينتج العصاره الصفراويه بكفاءه. طبعا نقص العصاره الصفراويه ده بيسبب سوء الامتصاص، سوء امتصاص العناصر الزائبه في الدهون اللي منها فيتامين دي، ونفضل بقى في حلقه مفرغه من نقص فيتامين دي ونقص العصاره المتزايد وهكذا. علشان كده اي حد عنده كبد دهني او مشاكل في الكبد او عنده اعراض نقص للعصاره الصفراويه لازم ياخد فيتامين دي بجرعات كبيره، لان في فرق بين الجرعه اللي انا بدخلها جسمي وبين الكميه اللي جسمي قادر فعلا يمتصها ويستفيد منها، وفي الحاله دي ما بنكونش قادرين نستفيد قوي من الفيتامينات الزائبه في الدهون. العادة السابعة هي الجفاف. في ناس بتنسى تشرب مية، أنا كنت واحدة منهم، عشان كده أنا فاهمة الموضوع ده كويس قوي. لفترة طويلة من حياتي كنت كده، ممكن أقعد أيام عادي جدا ما أشربش مية ولا أفتكر الموضوع أصلا. قلة شرب المية خطر جدا على الكبد والكلى والأعضاء الحيوية عموما، لأن هي بتصعب عملية فلترة وتنقية الدم. شرب المية مهم جدا لمساعدة الكبد على تنقية الدم من النيتروجين الزايد اللي بينتج عن عمليات الاستقلاب أو التمثيل الغذائي، فاشربوا مية كتير. العادة الثامنة ودي للأسف منتشرة أكتر بين المراهقين والشباب الصغيرين، هي تناول مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة بتحتوي على كميات مهولة من السكر والكافيين. الكافيين بكميات بسيطة زي الموجودة مثلا في كوباية قهوة أو ماكسيمم كوبايتين في اليوم ملهاش تأثيرات سلبية كبيرة على الكبد، لكن الكميات الضخمة الموجودة في مشروبات الطاقة من الكافيين سيئة جدا وبتسبب التهاب الكبد خصوصا مع التكرار. وفي كيس ريبورتس اتعملت فعلا على حالات حصل لهم التهاب حاد في الكبد بسبب الافراط في تناول مشروبات الطاقه، فهي شيء سيء جدا بتدمر الجسم. مشروبات الطاقه ملهاش اي فايده، والسماح اصلا بوجودها وتجارتها بشكل مقنن وبيعها للاعمار دي اللي هم 14 16 وهكذا انا بعتبره جريمه. عرفنا ايه بيضر الكبد، تعالوا بقى نشوف ايه هي الاكلات والعادات المفيده جدا لصحه الكبد. اول واهم حاجه هنصح بيها اي حد عايز يحافظ على صحة الكبد او يعالج مشاكل في الكبد هي الصيام المتقطع. الصيام عموما لو عايز تحافظ على صحة اعضائك الحيوية خصوصا الكبد لازم الصيام المتقطع يبقى نمط حياتك. ايه ده، هو انا ينفع استمر على الصيام المتقطع على طول؟ لا، هو كل الناس المفروض تتبع الصيام المتقطع على طول، حتى لو مش هنصوم عدد ساعات كبير، بس على الاقل لازم ننظم اكلنا. على الاقل خالص اضعف الايمان نص اليوم هريح جسمي 12 ساعه من ال 24 ساعه بتوعي مش هاكل فيهم، منهم 8 ساعات نوم، والاكل يكون منظم في اوقات الوجبات فقط. الكلام ده طبعا للناس اللي ما عندهاش مشاكل، لكن حد عنده سكر، عنده كبد دهني، عنده زياده وزن ودهون بطن، يعني بالتاكيد عنده كبد دهني، لا لازم طبعا يعمل صيام متقطع طويل لا يقل عن 16-18 ساعه. والافضل هو نظام الاوماد، نظام الوجبه الواحده. الصيام المتقطع بالطريقه دي بيعالج الكبد الدهني. افضل نظام لعلاج الكبد الدهني هو الصيام المتقطع مع الكيتوجينيك دايت، بيقضي على دهون الكبد خلال فتره زمنيه قليله جدا. اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده اعتقد في حلقه علاج الكوليسترول. باختصار شديد، عندك كبد دهني، التهاب في الكبد لاي سبب، اعمل اوماد، صيام الوجبه الواحده. دراسات اكدت ان النمط ده من الصيام بيحفز تجدد خلايا الكبد بشكل كبير جدا. تاني حاجة طبعا انك تستبعد كل الأطعمة المؤذية لصحة الكبد اللي احنا اتكلمنا عنها. الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والنشويات خصوصا النشويات المصنعة والأطعمة المصنعة بوجه عام والدهون المهدرجة دي تعتبر أسوأ حاجة لصحة الكبد. في حاجة بقى تعتبر سلاح ذو حدين على حسب احنا بناخدها ازاي، الفاكهة. انا عارفه انتوا هتضربوني دلوقتي، معلش. الفاكهه صحيح بتحتوي على معادن وفيتامينات ومضادات اكسده، لكن هي برضو غنيه جدا بسكر الفركتوز. سكر الفركتوز من اهم اسباب الاصابه بالكبد الدهني، علشان كده بنقول ان الخضار والفاكهه مش واحد، مش زي بعض، كل خضار براحتك، بس لما تيجي عند الفاكهه لا لازم يبقى في فرامل، كل حاجه لازم تبقى بحساب، خصوصا الفاكهه اللي سكرها كتير، مش عشان هتزود وزنك بس لان الافراط في تناول سكر الفركتوز بيزود دهون الكبد. طبعا البرز هي
افضل انواع الفواكه اللي ملهاش تاثير سيء على الكبد، لان هي ببساطه شديده محتواها من الفركتوز قليل جدا، وفي المقابل في نفس الوقت محتواها من مضادات الاكسده عالي جدا جدا. طيب ايه تاني من الاكل مفيد لصحه الكبد؟ الخضروات الصليبيه، الكرنب، الارنبيط، البروكلي، الكيل، براعم البروكلي، براعم بروكسل، كل الانواع دي من الخضروات مفيده جدا لصحه الكبد، لان هي غنيه بمركبات السلفورافينز. المركبات دي مهمه جدا لصحه الكبد، بتقدر تعالج الكبد الدهني وتحميك منه، بتمنع ترسب الدهون في خلايا الكبد، وعندها القدره على تحسين عمليه استقلاب الدهون اللي بيقوم بيها الكبد، كمان علاج مقاومه الانسولين وتحسين مستويات الكوليسترول. الثوم من الحاجات الطبيعيه اللي بتدعم صحه الكبد بشكل كبير جدا. في دراسه اتعملت على 24,000 شخص، دراسه ضخمه جدا، تناولوا الثوم الخام 7 مرات في الاسبوع، انخفض عندهم خطر الاصابه بالكبد الدهني بنسبه 29% لمجرد بس ان هم خدوا فص ثوم لمده اسبوع. في دراسه ثانيه اكدت ان تناول الثوم بيخفض جدا من خطر الاصابه بسرطان الكبد. طبعا الطريقه الصحيحه لتناول الثوم موجوده، اتكلمنا عنها قبل كده كتير. الجنزبيل مهم جدا لحمايه الكبد من السموم، بيساهم في خفض مستويات انزيمات الكبد ومنع تراكم الدهون في الكبد، وبيحسن برده مستويات الكوليسترول. طالما ذكرنا الجنزبيل لازم نذكر الكركم. الكركم برضو بيخفض انزيمات الكبد، بيعالج الكبد الدهني، بيقلل الالتهاب. هتلاقوا تفاصيل اكتر عنه وعن افضل طرق استخدامه في حلقه الكركم الذي يشفي الجسد كله. الليمون داعم قوي جدا لصحه الكبد، بيحمي خلايا الكبد من التلف ومضاد اكسده، طبعا بيقلل الجذور الحره وبيعزز وظائف الكبد وبيساهم في تطهير وتنقيه الكبد نفسه. ان احنا نحط قطرات من الليمون في الميه ونشربها بدل ما نشرب الميه لوحدها، دي عاده صحيه ومفيده جدا لحاجات كتير قوي في الجسم. فئه تانيه من الاطعمه مهمه جدا، الاطعمه الغنيه بمركبات الجلوتاثيون، المركب اللي هو بينتجه الكبد وفي نفس الوقت بيستخدمه، اللي اتكلمنا عليه من شويه، بيستخدمه في عمليه التخلص من السموم. احنا بنكون محتاجين جلوتاثيون اكتر من بره الجسم، لان الكميات اللي بينتجها الكبد اقل من احتياجه، نظرا طبعا لان احنا بنتعرض لسموم وعمليات اكسده كتير جدا. اكتر الاطعمه الغنيه بالجلوتاثيون هي البنجر، عشان كده دايما هتسمعوا ان البنجر افضل ديتوكس للكبد، وعلشان كده بيتعمل منه مشروبات الديتوكس. عندنا كمان غير البنجر البامية، الافوكادو، الاسبراجوس او اللي هو الهيليون، الخضروات الصليبية اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، كمان حاجة كمان البيض، الاسماك الدهنية واللحوم الدهنية مهمة جدا جدا جدا. البيض اللي قعدوا يحفظونا ان هو بيعلي الكوليسترول كذب. الدهون الموجودة في البيض وشحوم الحيوانات بتحتوي على مركب الكولين. الكولين مركب مهم جدا لصحة الكبد، الكبد بيستخدمه لتوزيع الدهون بالشكل الصحيح في الجسم ومنع تراكم الدهون في الكبد. الأحماض الأمينية والكولين الموجودين في الأكلات دي بيساعدوا على تخلص الكبد من السموم وتحسين معدل التمثيل الغذائي. آخر حاجة هنصح بيها النهاردة هي الميلك تيستل أو حليب الشوك أو السيلين المريمي، عشبة طبيعية مذهلة لدعم صحة الكبد. هي لوحدها تقريبا بتقدر تقوم بكل الوظائف المفيدة للكبد اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا ساعة دول. يعني مثلا بتحمي الكبد من التلف، بتنقي وتطهر الكبد من السموم، بتجدد خلايا الكبد وتمنعها من التلف، بتزود معدلات الجلوتاثيون. في دراسة مهمة جدا أثبتت أن حليب الشوك بيساهم في تحسين قدرة الكبد على أداء وظيفته في إزالة السموم بنسبة 35%. العشبة دي على فكرة موجودة عند العطارين، بتتعمل زي الشاي بالظبط. هسيب لكم كمان لينك لنوع موثوق منها في صندوق الوصف، أو هتلاقوه في أول كومنت تحت الفيديو. هنتكلم عنها وعن فوائدها بشكل مفصل اكتر في حلقه تانية، لان هي فوائدها اكتر بكتير، بس انا طولت عليكم قوي النهارده، معلش استحملوني. احنا كده تقريبا خلصنا موضوعنا، بس لو لسه عندكم شك في مساله البيض وصحه الكبد والكوليسترول والحاجات دي، يعني انصحكم ان انتوا تشوفوا الحلقه اللي احنا اتكلمنا فيها عن البيض، شرحت الموضوع ده بالتفصيل اكتر، علشان لو حد لسه بيقلق من القصه دي الحلقه هتظهر دلوقتي. متنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، سبسكرايب للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس. اما الاستشارات فاللينك موجود في الديسكريبشن. اشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.